قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت، جنك جليل وشوفتك يا شهم، لهلك دروح القمار غرب والنجم دا، روح بعجل لهلك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدموع بخدك تسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا. قالها غريب ولا أهل عندي ولا دا، قالت هلك في وين؟ قلب المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير، عمي علي ومسلم أنا اللي يذكرونه، مخذول ومسيت ببلدكم مال ينصى. قالت أنت مسلم ابن عقيل؟ قال نعم. قالت على الرحب والسعة، فتحت له الباب، أفردت له بيتا، جاءته بالطعام والشراب، ولكن مسلم لم يذق لقمة واحدة من ذلك الطعام، لأنه كان مهموما مغموما على الحسين. قام إلى الماء توضأ، ثم صف قدميه، ما زال راكعا ساجدا قائما يتضرع إلى الله، حتى هومت عيناه فرأى عمه أمير المؤمنين وهو يخاطبه: الوحى الوحى، العجل العجل، إنك صائر إلينا عما قريب. انتبه مسلم، أخذ يسترجع، ثم قام بعدها إلى الماء توضأ، وأخذ يتبتل إلى الله عز وجل إلى أن صار وقت الفجر. صلى الفجر ثم جلس يعقب، بيناه وكذلك وإذا به يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجوم وزعقات الرجال. قام مسرعا إلى سيفه، قالت له طوع إلى أين يا مسلم؟ قال جزاك الله خيرا، أما تسمعين صهيل الخيل وقعقعة اللجوم وزعقات الرجال؟ أخاف أن يهجموا علي في الدار فلا يكون لي متسعا لقتالهم. أعظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. بينا مسلم كذلك وإذا بالقام قد تكالبوا خلف الباب، ألا من مناد ومسلم؟ فقام مسلم سلام الله عليه مصرتا سيفه، وكان ضخم الساعدين، فعمد إلى الباب فاقتلعه، إلا شد الغضام فرمزار والباب طاع زلزل، ينادي المنية لا لفت، يا مرحبا بهوية اجي الكتيبة وينتخي بسيفه ويردها على ورا، الجناح ذب على القلب والميمنة على الميسرة، لابورك سيفة ترعدت لجموع والهاط الجرى، من كل دم ليث جرى ودموع كل مدللة، صبغ الأرض بدماء الأعداء حتى ضج الناس من كثرة القتلى. هذا وهو وحيد فريد آجركم الله، فبعث ابن الأشعث إلى ابن زياد أن مدني بالخيل والرجال، فبعث إليه ابن الأشعث: ويحك ويحك
أرجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة؟ فقال ابن الأشعث: يا ابن زياد، أو تظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقي للكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ إنما أرسلتني إلى بطل همام وسيف صمصام من سيوف سيد الأنام. أعظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، فمده بالخيل والرجال وقال: أعطوه الأمان وإلا أفناكم عن آخركم. فقالوا: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والنفاق. فشد عليهم وهو يرتجز ويقول: آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى. أعظم الله أجوركم، حتى أصابه العطش فأسند ظهره إلى الجدار، فعمدوا إلى تلك الحفيرة وغطوها بالدغل والتراب، ثم شدوا على مسلم هذا وهو وحيد فريد، وكانت النساء والأطفال يرمونه بأطناب القصب المشتعلة نارا. ألا من مناد ومسلم. ثم مالوا إلى مسلم فشد فيهم كالليث الغضبان. هاجركم الله، فبينما هو يقاتل إذ انجفلوا من بين يديه فسقط في وسط الحفيرة. ألا من مناد ومسلما. وسيدا، فابتدر إليه ابن الأشعث وضربه بالسيف على محاسن وجهه حتى سط السيف في شفته العليا فبرا. ألا من مناد ومسلما. فتقدم إليه ابن حمران وضربه بالسيف على عرنين أنفه حتى سط السيف في شفته السفلى. ألا من مناد ومسلم. هذا وطوأ على سطح الدار تنظر إلى مسلم وقد أحاطوا به، وطوعت تصيح على السطح وجهه الكسير: ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بالحفير، وقادوه مثل الطير مكسور الجناح. صاحت يا مسلم وعظمى خجلتي فيه، اش بيدي وانا حرمة وضعيفة ومقدرة، لو يتركونك كان فد قلبي كان سلمت من كيدهم. سلم على كلها يا طوع اليوم ما تحصل سلام، أوصيت شانب البلد طبوا يتام. قولي لهم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون. لا تجيكم يا طوعة مخدرة حيدر، راح
تشوفين زينب يا طوعه، لكن مو مثل الحال الاول، مو مثل ايام الامام امير المؤمنين بعزه وهيبه وجلاله. الا جيكم يا طوعه مخدرت حيدر حيدر علاكم، جني اراها بهالسكك بيتامه بيتامه تدور حسره وراس حسين فوق الرماح فوق الرماح مشهور تدخل على ابن زياد ويا النساء. أخذوا مسلما قيدوه، أخذوه إلى أعلى القصر، آجركم الله آجركم الله، أحسن الله لكم العزاء، فطلب شربة من الماء جيء له بالماء، أراد أن يشرب وإذا بثناياه قد سقطتا في القدح. ألا من مناد ومسلم صعدا ويب مسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجه للحجاز خطب يا حسين أنا مقتول ردوا لا تجون، خانوها للكوفة عقب ما بايعون، وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني، مفروض وانتو يا أهلي عني بعيد، يا ليت الدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع، يا حيف منك ما احتضيت بساعة ودا بيني وبينك يا حبيبي فراق البيت. هيج هموم الذي جاري علي وجدي وحزن الجيدك يا ابن الشوفية، خوفي تيجي ويصدر عليك الصار بي وتضيع من بعدك يا ابن عم الخواتي. صاح الداعي ابن زياد فيهم لا تمهلوك، بالعجل من فوق القصر للقاع ذبوك، قطعوا كريمة والجسد بالسوق سحبوك، بالحبل ما بين الملا وفجعة الدين. صاح الداعي ابن زياد فيهم لا تميلوا، بالعجل من فوق القصر للقاع ذبوا، قطعوا كريم والجسد بالسوق سحبوا، بالحبل ما بين الملا وفجعة الدين. ويلي وصف الجسد ذبوه من قصر الإمارة
ويزيد الأرض الشام راحت له بشار. كان يترجى حسين وانقطعت أخباره، وزينب تنشدش خبر مسلم يا ضي العين. يا حسين مسلم ما ليفت مني ما كاتي، شو السبب ما يطرش خبر نفهم الترتيب. والله من الكوفة يا خويا قلبي يمريب، ذبحوا علي وحانا وبعهد الحسن يا حسين. قالها الخبر عندي يا مهجة سري الوجود، مسلم من الكوفة يا نور العين ميعود. شني أشوف النفس سوق الغنم ممدود، ما بينهم ينذحب ما جنهم مسلمين.